ويعقوب شلونك؟ هلا استاذ، هلا يبا، شلونك؟ الحمد لله بخير. اسف على ازعاجك، بس اقدر اعرف وين يعقوب؟ يعقوب بيت خليل. متى بيرجع؟ والله ما ادري، بس تحبين اتصل فيه اسئله؟ اي والله يا ليت، بس لا تقول له ان انا اللي ابي. ليش، في شيء؟ لا ما في شيء، بس انا مسويت له مفاجاه بمناسبه اخر درس بيننا. مفاجاه؟ والله يسلمك، يعني انا متعوده اسوي كذي مع كل الطلبه اللي عندي، اقدم لهم شهاده بهالمناسبه. تامري نمري، يلا خلنا نتصل فيه. حياك حياك. لا لا خلني اوقف وين احسن. براحتك، بس ثواني. بس بس طولت لسان، يلا عزك تخافي يما ان قلت لك المره الجايه خليه وديني مكان اخذ رساني وقصي. ها وين سمعتيني انا ولا شفتيني مريتها او قلت لك مرها قصي ريولي بعد؟ ما تبطلون مناجر انتو يما، ولا بدا يلا 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 طولت لسان، يلا انت تقطع تون، يلا راسي على عيني، يلا 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 اشوى ما ربطناكم حق بعض من وانتو صغار، كان الحين تراكضون بقصر العدل. شو نلحق ويا قطيع عمامي، انا اخذ هذا؟ لا تكفين ميت علي، كان اخلصوا البنات اللي عشان اخذها. لا خلصوا الريايل بالدنيا عشان اخذها. شايفه وجهك انت، شايفه وجهك انت، يلا 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 انت، يلا لا لا ترد عليه، انا اسويها الحين. صدق راسك على وجهي، صدق يلا يما شوفي يما، الله يا هو عر، صدق استانسنا. اي والله من زمان على العروس، الله ان شاء الله يفرحنا بعيالنا ولا احنا على الطقطقه. عاد قولوا امين يا بنات، ان شاء الله نفرح فيكم وحده وحده ونشوفكم عرايس. امين امين. عاد امس عصام فاتحني بالموضوع، كنا نوه صدق. اي يلا بنفرح. اي والله ابي افرح فيه.